السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نواصل الحديث على قثم ابن عبد اللات بعد لطرحنا الفكرة العامة والظروف اللي تولدت فيها هذا الإنسان، وأكدنا وقلنا إن هذه الشخصية التاريخية التي ذكرت على أنها هي من أسست للإسلام، ليس هناك أي دليل تاريخي فعلي حقيقي غير إسلامي يثبت على وجودها. كل ما لدينا هي أقوال وأفكار إسلامية كتبت بعد عدة أجيال من موت واندثار هذه الشخصية. اليوم باش نحاولوا نتكلموا بصفة عامة على هذا الإنسان الذي سمي بعد ذلك بمحمد بن عبد الله، والذي قيل إنه رسول من عند الله جاء بآخر النبوات وبآخر الرسائل البشرية. احنا نعرف اللي محمد هذا إنسان يتيم الأب، ونعرفوا اللي أمه ماتت وهو عمره 6 سنوات. وتنرجع للتاريخ الإسلامي نلقاه قبل البعثة، ما تسمى بين قوسين البعثة نتاع محمد التي هي في حدود 40-42 سنة حسب الاختلافات. ليس لدينا معلومات كثيفة عن حياة هذا الإنسان، بل يمكن أن نقول إنها أحداث نادرة متباعدة في الزمان. عندما نرجع نقرأ التاريخ الإسلامي الذي كتب ودون بعد 100 أو 200 سنة من موت محمد، نلقاو أنهم يحكيوا على إنسان عبارة على أسطورة. ما نحبش نرجع للفيديوهات اللي ذكرناها قبل، أما أنتم تنجموا ترجعوا لها باش تفهموا. نشوفوا مع الأساطير اللي تم رسمها حول هذه الشخصية، مثل أنه وقتها جاء باش يدخل بوه عبد الله أو عبد الله على آمنة، وكان في طريقه لها اعترضوه نساء باختلاف الروايات، تؤمر من عبد الله أو عبد اللات أن يواقعها وهو كان يرفض ذلك، حتى دخل على آمنة وواقعها، ويقال على حسب التاريخ أنه بقى معها عدة أيام، ثم خرج وعاد إلى النساء اللي طلبوا منه باش يواقعهم، فرفضوا ذلك بحجة أن النور الذي كان عبد الله لديه في وجهه قد ذهب. وهنا هذه القصة يعني حتى واحد يقراها في الوقت الحاضر خاصة يلاحظ أنها قريبة للأسطورة من الحقيقة. من بعد وتنرجع لسي عبد الله هذا، يقال انه جلس معناتها بقى عند آمنة من بين 7 أسبوع أو 10 أيام، ثم ذهب في قافلة للتجارة ولم يعد، وكما تعلمون مات في المدينة نتيجة مرض. ثم وتنجي نعود ونرجع نقرأ على التاريخ، يعني تبعوا معايا الحكاية. قال لك اللي آمنة علمت بحملها بعد لمشاء هو، وبعد لا سمعت بموته، قالوا حزنت على موته حزنا شديد، على علمت انها حامل منه، واصابتها الطمأنينة والراحة لانه اخيرا
عندها بضعة من الشخص الذي يدعون إنها كانت تحبه. هذا الكل على حسب المصادر الإسلامية. ثم التاريخ الإسلامي هنا يبقى متذبذب. علمنا بدخول عبد الله أو عبد اللات على آمنة وسفره وموته، ثم يقول لنا إنها حملت منه وإنها رأت في المنام إنها حملت بإنسان عظيم وغيرها من الروايات والقصص التي تم تأليفها بعد موت محمد بعدة أشياء. ثم التاريخ يسكت وما يقول لنا حتى شيء، نستناو عام زوز ثلاثة أربعة خمسة، هنا اختلفوا المؤرخين والرواة اختلفوا. هما يقولون أن محمد ولد في عام الفيل، وهذه معناتها مسألة معناتها ماهيش محدودة بالضبط. فهمت، عام الفيل هي مسألة، عام الفيل هذه هي بحد ذاتها عام الفيل هذه، ما أنا ما لقيتش في التاريخ معناتها غير إسلامي يذكر هذه الواقعة لعام الفيل. يعني لو ترجع للتاريخ سوى الحبشة، أو معناتها الحبشة لو هجمت وأرادت تدمر الكعبة كما يدعون في ذلك الوقت لتم تدوين ذلك، ولا وصلت إلينا معلومات تؤكد أن فما هناك محاولة لتدمير الكعبة. ولكن احنا ما عندنا حد شيء. المصدر الوحيد على عام الفيل ونزول سورة كاملة في القرآن، فهمت، سموها سورة الفيل، ما فما حتى دليل على وجودها معناتها تاريخيا موثقة. شعلينا هم يقولوا ساعة فما في التاريخ الولادة نتاعو يختلفوا، أما المشهور أن السنة يقولوا تولد نهار 12 ربيع الأول، والشيعة يقولوا تولد نهار 17 ربيع الأول، يعني اختلاف في التاريخ. أما في السنة هناك أيضا اختلاف من بين 71 و70، وذي اختلافات موجودة. المهم احنا اللي نعرفه ان العلماء المسلمين يختلفوا في كم لبث محمد في بطن امه. فما اللي يقول لك عامين هذا اقل شيء، فما اللي يقول لك 3 سنين، فما اللي يقول لك 4 سنين، فما اللي يقول لك 5 سنين. المهم هذه شبهة كبيرة ولقد طرحناها في الفيديوهات السابقة. وقت تولد محمد ساعة قبل ما تولد الروايات تقول انه معناتها كان خفيف على كرش امه، يعني ما كانش يظهر، ما كانش متعبها بالكل، اكيد ما كانش متعبها لان اكيد ما حملت بيه الا في بعد 4 سنين. ما حملتش بيها 4 سنين، لو حملت بيها 4 سنين راه تعبها ياسر. ديما يقولوا كان خفيفا كذا، هذا معناتها اكيد ان الحمل لم يتم بعد موت عبد الله، وانما بعد سنتين او ثلاثه وقع حمل، يمكن من شخص اخر ما نعرفوش، ما نجموش نتهمه حتى انسان ما عندنا حتى دليل. المهم ما نعرفوش شكون اللي حملت منه واللي جابت محمد. المهم نرجع للروايات الإسلامية تقول لنا لو تولد محمد ظهر نور في الشرق والغرب. وهنا ما نلقاو حتى مصدر لا فارسي ولا بيزنطي يؤكد على ظهور هذا النور. يعني هذه من تخيلات المؤلفين الإسلاميين اللي حبوا يجعلوا من محمد شخصية عندها قدر وقيمة بعد 100 أو 200 سنة من موته، على خاطر شافوا اللي معنت هذه الشخصية لازم يتم يعني خلق كل شيء حولها من أجل تثبيت الدولة السياسية اللي موجودة في ذلك الوقت. هذه معنتها مسألة واضحة، نرجع للتاريخ ونبدأ نألف ونجيبه من عنا ونزيده. وكانوا المؤرخين يتنافسون كل واحد يجيب معلومة ويسافروا من بلاصة لبلاصة غير باش يجيب معلومة على محمد. المهم قال لك اللي معناتها النار بتاع كسرى طفات وهذيك الخرافات الكل، ما فما حد شيء يثبت في التاريخ. لو النار بتاع كسرى وهما كانوا زردشتيين وطفات النار راهم كتبوها، راهم كتبوا قالوا راهم النار طفات في التاريخ الفلاني. كانوا عباد يأرخوا، كانوا عباد يكتبوا، مش كما العرب كانوا ما يكتبوش. يعني الفرس والبيزنطيين كانوا يكتبوا تاريخهم، وأي حادثة توقع يكتبوها،
واحنا معنا حتى دليل وصلنا الان فين هي الادله هذه. المهم وهنا معناتها الروايات يقول لك اللي معناتها هزته الجد عبد المطلب وهزوا عند الكعبه وسماه محمد وهي حلمت اللي سماته محمد، هذاك الكل من اجل تثبيت انه كان اسمه من الاول محمد، وهنا ما فما حتى دليل انه كان اسمه محمد حتى بدليل القران انه ذكر اسم محمد الا في اخر الصور المدنيه. مش علينا المساله هذه. يقولوا العرب قبل انهم معناتها الشرفاء منهم يعطيوا بلادهم باش يرضعوا في الباديه باش يطلع صحتهم جيده وكل شيء، وكانت المرضعات خدمه تجيو لمكه من البوادي ويطلبوا الاشخاص باش يرضعوهم اصحاب الجاه واصحاب الواحد. وبالفعل المرضعات جات حسب معناتها الروايه الاسلاميه ديما، وكما نقول لكم المصدرنا هو اسلامي بحت. هذاك علاش معناتها انا شخصيا نعتبر محمد يمكن شخصيه وجدت، هذا يمكن معناتها صعب معناتها انكاره في الحقيقه، ولكن ليس كما يدعون وانما تم التهويل فيها، يعني شخص عادي ظهر من بعد تم التهويل فيه، وهذه نقولها ونعاودها ونكررها. اما من الناحيه التاريخيه يعني العلميه الحديثه ما فما حتى دليل على وجود هذه الشخصيه، فما حتى دليل على وجودها والا انها معناتها توجدت في ذلك الوقت. المهم قال لك جات المرضعات كل واحده هزت واحد باش ترضعه الا حليمه السعديه، فهمت، ما لقاتش حتى وليد باش تهزه، لقات الوليد الاخير هو محمد بن عبد الله او ابن عبد الله، لانه كان يتيما لم تقبل به اي مرضعه، فلم يكن لها الخيار فهزته باش ترضعه. باهي نفترضوا احنا قلنا هون ان العرب وتنرجع لتاريخ العرب قبل الاسلام كان الشرفاء والاغنياء، واحنا نعرفوا ان عبد الله وعبد المطلب والعائله هذه عائله فقيره ماهيش عائله غنيه، فهمت، باش تهز ولادها ترضعهم في الباديه، فهمت، باهي اش علينا نقولوا يا سيدي حاله خاصه، نقولوا آمنة كانت معناتها عندها شوية فلوس وكانت تدبر في راسها وعندها أمورها، نقولوا هذه المسألة مش مشكل. من المفروض أن تهز ترضعه فترة الرضاعة يعني سنة ولا سنتين، ونعرفوا احنا العرب كانوا معناتها به فما حالات الشرفاء وكل شيء، ولكن وقت نجيو نشوفوا قصة محمد نلقاوها غريبة. أول شيء هزته باش ترضعه، فهمت، من المفروض انه يقعد عندها سنتين وترجعوا، لكن نجيو نرجعوا للتاريخ نلقاو اللي معناتها محمد بقى عند حليمه حتى قرابه 5 سنوات، حتى ان من يقول انه بقى عندها حتى 6 سنوات. صحيح يذكروا القصه المسلمين نتاع شق البطن، هنا ما فهمتش علاش يقولوا شق البطن، من المفروض انه شق الصدر، رغم اللي هذه القصه عندما نرجعوا لها نلقاوها مذكوره 3 مرات. مذكورة في وقت حليمة السعدية، وهنا يختلف العلماء، وحود يقولوا عامين ونص، وحود يقول كان عمره 3 سنين، وحود يقول عمره 5 سنين، وحود يقولوا 4 سنين، المهم اختلاف، المهم في حدود من بين 3 سنوات و5 سنوات، وأنا من المعقول أنها تكون القصة هذه وقعت في حدود 5 سنوات، الأقرب للمنطق، ولكن يمكن تكون وقعت في 3 سنوات. القصة قال لك كانوا يلعبوا يرعوا بغنم، وجاءوا زوز عباد لابسين بالابيض وهزوا محمد قثم هذا وحلوا له بطنه وخرجوا له قلبه ونحاو منه نقطة سوداء، ومن بعد غسلوه بماء زمزم، فهمتش فين جابوه، مشاو يجيبوا في ماء زمزم ويجيو، فهمت، من بعد عاودوا رجعوا له قلبه في بلاصته. الاولاد تفجعوا هربوا يجريوا، مشاو لحليمة امه من الرضاعة قالوا لها راهو محمد مات وقثم مات، هي تفجعت مشات هي ورجلها تجري، فهمت، لقاته ملوح دايخ، فهمت، قومته هزته حبت ترجع خافت عليه من وقع له شي حاجه، هزته لامه، يا اخي امه قالت له لا، قالت لها لا زيد خليه بحداك. هذه الروايه معناتها موجوده، نفس هذيك القصه تو نرجعوا لها ونجي نحكيوا على محمد من بعد، وقعد عند البعث يقولوا محمد نفس الشيء وقالوا نفس الشيء، جاه درشكون وحلوا صدره وخرج له قلبه وعبى له قلبه بالمعرفه والعلم وكذا وكذا وكذا،
وثم عودت وقعت نفس القصة وكلها أحاديث صحيحة. وقت اللي عرج قال لك هو قاعدة كي هو واحد من نساء شق له السقف وهبط عليه واحد بسكين حلوا قلبه وفرخوا له ونظفوا له كذا، يعني تنظيف يعني فهمتش أنا، كأنه معناتها الشر. وهنا فما خلاف، مرة يقول لك بطن مرة يقول لك صدر، يعني باش يوريك معناتها الروايات مختلفة. على كل حال في حكاية سعدية يقولوا البطن، فهمت، فتح البطن، وحتى هو يقول معناتها فتحت بطني، فهمت، ما فهمتش علاش يقول بطني، يعني البطن باش يجبد له معدته يا اخي هو ما باش. ونعرفوا اللي احنا معناتها في الاسلام يقولوا اللي القلب هو مصدر الخير والشر، وهذا معناتها غلطه. وكيفاش معناتها الخير والشر موجود في 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 بلاصه في القلب، عاد نمشيو نعملوا عمليه ونحيوها. يعني باش يوريك اللي هذه القصه رغم اللي فما بعض يشكوا في صحتها اصلا لانها تظاهره خرافيه، فهمت، ومعناتها المسلمين باش ياكدوا هذه المساله. جي مثلا انس بن مالك يقول لك اني نشوف الجرح، الجرح نتاع التنظيف موجود ومخيط في صدر محمد، معناتها باش يزيد ياكد لك يقول لك يعني القصه هذه صحيحه، يعني يقول لك شفتها، شفت هذاك معناتها الجرح موجود كذا وكذا 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 وكذا، يعني باش يوري. المهم احنا هذه القصه بعضهم معناتها المحللين يقول لك هذه يمكن تقعد انها وقعت عمليه اغتصاب لمحمد في ذلك السن من 3 أو 5 سنوات. هنا اختلاف، هل تم اغتصابه من طرف اشخاص ما يعرفهمش، يعني زوج اشخاص جاوا هزوه واغتصبوه، ولا شخص جاء وهزوا واغتصبوا في ذاك العمر، ما عندناش حتى دليل. والا على حسب من يدعي البعض يقول ان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو الذي تعدى عليه جنسيا، وهذا معناتها ممكن ومش ممكن، على خاطر ما ننساش ان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يعني فرد عمره هو محمد، يعني ما نتصورش كان فرد عمره هو محمد، يعني هو هذا 5 سنين وهذا 5 سنين باش يتعدى عليه، يعني مش معقول، حاجه معناتها مش معقوله. وهو باش يستدلوا معناتها بعض المحللين معناتها اللي يقولوا معناتها المساله هذه ان محمد تعرض لعمليه اغتصاب، ان هذا ابو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم محمد قبل فتح مكه جاء حب يقابل محمد، يا اخي محمد رفض باش يقابله وقال قوله، فهمت، ان ابو ابن عمي هذا هتك عرضي، فهمت، هتك عرضي. وهنا بعضهم اللي يردوا بعض المسلمين يقول لك هتك العرض ليس يعني الاغتصاب، يمكن يكون لانه اتهمه بانه ابن زنا ولا انه ابن غير شرعي وانه ولد مش ولد عبد الله ولا حاجه اخرى، وهذا ممكن زاد. وانا اقرب لهذه الفكره، ما نتصورش اللي ابو سفيان بن الحارث اللي هو فرد عمره هو محمد واللي هو اخوه من الرضاعه، خاطر ابو سفيان بن الحارث رضعته حليمه فتره من الزمن عده رضعات ويعتبر اخو محمد من الرضاعه، ونعرفوا اللي كانوا صحاب ياسر وكانوا قراب لبعضهم، والعداوه بدات من بين بعضهم وقت محمد ادعى النبوه، ولا ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ولا يهجم محمد ويمكن اتهمه انه هو ابن زنا ولا انه ابن غير شرعي. وما نظنش انه ابو سفيان بن الحارث هو اللي وقع يمكن اغتصاب محمد، مستحيل، خاطر فرد عمره هو اياه، وانا هذا حسب وجهه نظري انا الشخصيه. لكن ما يمنعش ان الحادثه نتاع حليمه السعديه، خاطر نذكروها معناتها يذكروها وياكدوا عليها، انهم الاولاد جاوا يجري وقالوا اللي فما واحد كبار جاوا هزوا محمد، فهمت، من بعد باش نخبيه على الجريمه يمكن وقع. ولكن هنا نتسالوا معناتها طفل عمره 5 سنين، فهمت، يعني نعرفوا احنا توا احنا كيما نقولوا احنا الشمال افريقيا ولا النجم نقول بين قوسين العرب توقع هذه الحالات، فهمت، مش حتى العرب في اي بلاصه، فهمت، فما الرود مرضى يهجموا على الاولاد الصغار اللي عمرهم 5 سنين و3 سنين و7 سنين، فهمت، ويغتصبوهم وفهمت يدمروا لهم حياتهم. هذه موجوده من قبل، مش جديده مش توا، موجوده حتى في اوروبا ساعات قداش من واحد توقع. وهذه ممكن ان هذه الحادثه وقعت انهم هو كان يرعى بالغنم هو وجماعه، وجاءوا هذوما اشخاص تلقاهم اعراب ولا فهمت بدو ولا حاجه، وتلقاهم الاولاد هربوا هزوه ومشاو خافوا، مشاو علموا حليمه وحليمه خافت ومشات شافته لقته طايح ودايخ، فهمت، ما نتصورش كان معناتها ملائكه جا حلوا قلبه ولا حلوا
بطن، هذه معناتها المسألة ليس لها أساس من الصحة. هنا نرجع أن وقت خاف تحليم عاود هزته الأم آمنة، ما فهمتش أنا أم، وقت نرجع للتاريخ قبل الإسلام يعني فماش واحد يقعد 5 سنين و6 سنين عند في البراري، يعني نرى المو رضع رضعتين 6 شهور عام، هيا كان طارت عامين. لكن احنا نشوفوا اللي قال لك لا حليمة هي اللي أكدت على أم آمنة باش يزيد يخليها عندها، خاطر من اللي جابته نزلت عليها البركة ونزلت عليها كذا ونزلت عليها ولات الغنم متاعها ولا عندهم الحليب ولات معناتها لاباس عليها وكذا وكذا وكذا، هذه كلها خرافات معناتها زعما اللي هو نزل البركة، وهذه ظاهرة مكتوبة من بعد من أجل معناتها إعطاء شيء تقديسي لهذا الشخصية. أما احتمال أنه تم اغتصابه هذا ممكن، ولكن ليس بالحديث اللي هو صحيح عندما قال ابن عمي هتك عرضي، فهمت؟ نظن هتك العرض هوني مقصود بها يمكن اتهموا بأنه ابن بغاء أو ابن زناء أو غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. هذا معناته أنا حسب رأيي نتصورها هكاكا، الخطر هو 20 سنة أبو سفيان بن الحارث هو يهجو في محمد يقول فيه في الأشعار، حتى قريب فتح مكة باش مشى طلب منه السماح وأسلم ودخل في الإسلام على حسب الرواية الإسلامية. لكن هنا نتعجب في آمنة. آمنة بقت 4 سنين باش ولدته ولا 3 سنين، ومن بعد تولدته ومشات لوحدته عند حليمة السعدية. حليمة السعدية جات قالت لها راه ولدك تعرض لحاجة ما نعرفوش شنو هذه الحاجة، قالت لها زيد خليها عندك ما حاجتيش بيه، زاد خلته عندها حتى 5 سنوات، فما اللي يقولوا 6 سنوات، مشات رجعته الآمنة. آمنة اش عملت له؟ هزلته للمدينة باش يطل على قبر أبوه زعما، فهمتوا هذه الرواية ماهيش صحيحة ولا صحيحة. وفي رجوحها من بين مكة والمدينة مرضت حتى هي وماتت، وبقى سي محمد يتيم الأب والأم. وقتها الجارية متاعها هزته لعبد المطلب اللي هو ولا لهيبي. وهنا نفهموا معناتها وصلنا معناتها 6 سنوات من حياة محمد، يعني كيفاش يذكرها الإسلام وعلى حسب وجهة نظرنا، كيفاش معناتها الطفولة هذه يعني 6 سنوات هي اللي تمركي العبد يعني تطبع حياته كاملة، كيفاش معناتها عاش. وأكيد معناتها الأطفال الصغار كانوا معناتها يسخروا منه إنه ما عندوش بو، وإحنا نذكر معناتها إن حليمة حتى واحدة من المرضعات ما حبش تهزه خاطر ما عندوش بو يتيم، ما نظنش على خاطر يتيم، خاطر يمكن يكون يتيم فهمت، لا خاطر مجهول الاب، خاطر كي بدا يتيم بدا معروف بوه، معناتها ما فهمتش علاش المرضعات حتى ولو بوه ميت فهمت بدا معروف بوه يعني نجم يهزوه، اما هو مادام رفضوه لان مجهول الاب اصلا، فهمت؟ هذه معناتها مساله ما فيهاش شك، يعني ما فيهاش شك على انه مجهول النسب، مجهول الاب، ما نعرفوش بوه، كل واحد شي يقول فهمت. احنا ما نحبوش ندخلوا في المعطيات هذيك وما نحبوش ندخلوا في التفاصيل هذيك. المهم نجم نقولوا اللي محمد فترة 6 سنوات الأولى من حياته معناتها عاشها، نجم نقولوا راعي غنم عند مهملته أمه، بوه مات عليه ومن بعد ماتت أمه، ونجم نقولوا اللي محمد بدا يكون في الشخصية متاعه وقتها كفلوا عبد المطلب. ونعرفوا احنا كنا نرجعوا للتاريخ ان عبد المطلب كان يكره آمنة، معناتها ما عندوش معناتها تعامل باهي معاها، ويمكن معناتها اللي الخلافات من بيناتهم يعني هذه معناتها في التاريخ نشوفوها نلاحظوها اللي ما كانتش فما علاقة جيدة من بين آمنة وبين عبد المطلب. وموت آمنة معناتها المفاجأة يعني كلهم ماتوا هكايا فهمت، وخذا عبد المطلب. وانا نرجع ان محمد بدا يتم تكوينه من عمر 6 سنوات بعد موت أمه آمنة، وقتها بدأت الحكاية متاع محمد. ومع فيديو قادم وبسلامة ومرة قادمة بسلامة.